السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب يا بنات، اللي عنده طفش واللي عنده زهد واللي عنده هم وغم واللي عنده قهر، ارمي في البحر وارجع لله سبحانه جل جلاله، تلقون السعادة. واسمع القصيدة. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، تعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا، أما ترين المنايا كيف تلقطونا؟ لقطا تلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميتا شيء نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأحسن منها قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد وخلق الإنسان ضعيفا. سعادة وراحة الرجوع إلى الله في توبة إلى الله عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.